قام نائب وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب بتفقد مستشفى المنير العام، كما وجه بصرف مكافأة مالية لكافة الأطباء بقسمي الأسنان والتمريض وأحد موظفي قسم الإداريات، وذلك تقديرا لالتزامهم في العمل ولمجهوداتهم المبذولة لتوفير أفضل خدمة للمرضى. كما وجه نائب وزير الصحة والسكان بزيادة عدد الكراسي بعيادة الأسنان وفقا لمعدلات تردد المرضى وعدد الفرق الطبية بالعيادة. أضاف برفع كفاءة قسم الرعايات المركزة وزيادة أعداد فرق التمريض، كما طلب بزيادة عدد الموظفين المعنيين بتنظيم المواطنين على شباك التذاكر.